البسط يا ثالث ثانوي علمي قالوا درسناه بصف ثاني ثانوي علمي. جتا مجموع زاويتين وعبارة عن جتا جتا عكس الإشارة جا جا. قالوا لو تتذكروا بكتب لكم أنا بالهامش جتا ألف زائد باء. إذا أنتم فاكرين ما هو جتا ألف زائد باء؟ جتا ألف جتا باء عكس الإشارة جا ألف جا باء. استخدمتها في البسط. طيب بعدين نوزع بسط على مقف. نوزع البسط على المقف فيكون الباء يساوي جتا سي جتا كا على جاسي ونوزع التكامل دي مرة واحدة ناقص جاسين جا كاف على جاسي. هذا ثابت هذا جتا كاف ثابت لأنه ما في عمود غير يخرج خارج. والجتا على جا بضتا إذن هذا هيساوي لي جتا كاف يخرج خارج جتا على جا هي عبارة عن ضتا سي ناقص الجا مع الجا يخلف هيبقى معايا جا كا بالنسبة للسي. طيب ما هو تكامل الضتا؟ خلص تقريبا معروف تكامل الضتا هو عبارة عن لوغاريتم مقياس الجا. إذا هذا يساوي لي جتا كا في لوغاريتم مقياس جا سي ناقص هذا ثابت لأنه لا يحتوي على متغير. مش بعض الطلاب يقول يا أستاذ نكامل الجا غلط. التكامل بالنسبة للسي والزاوية كاف إذا هذا يعتبر ثابت ثابت. والتكامل العدد الثابت هو العدد في سي إذا عندنا هنا جا كاف في سي زائد ثابت. صلى الله على سيدنا محمد. طيب تعالوا نحل السؤال رقم كام؟ 22 مثلا. يعني المفروض ان القواعد تدخل من المفترض. جتا في جتا ما جبتش بس جتا في جتا قالوا جتا سي جتا ص اذا انتم فاكرين له. ما هو جتا في جتا؟ نص جتا هذا جوس وليس بكي اسمه ده الصحيح. جتا في جتا نص جتا جمع الزاويتين ايوه زائد جتا طرح الزاويتين قالوا من صف ثاني ثانوي علمي درسنا. جتا في جتا هو عبارة عن نص جتا تجمع الزاوية الأولى مع الزاوية الثانية زائد. إذا هي جتا في جتا تعمل زائد. إذا هي جا في جا تعمل ناقص. أكيد. لما يكون الثنتين جتا الإشارة تكون زائد. لما يكون الثنتين جا الإشارة تكون ناقص. خلاص هذا قالوا هنطبقه هنا. إذا هنقول لا يساوي تكامل نص نفتح قوس جتا في جتا عبارة عن جتا نجمع ثلاثة سين زائد سين أربعة سين زائد جتا المرة الأولى أجمع الزاويتين المرة الثانية راح نشوفوا هذا جمع الزاويتين وهذا طرحهم. إذا مرة نجمع الزاويتين ومرة نطرحهم ثلاثة سين زائد سين أربعة سين وثلاثة سين ناقص سين هي عبارة عن اثنين سين. الآن نوزع التكامل للجتا وللجتا وما ننساش النص. نص مع جتا أربعة سي بالنسبة للسي زائد نص مع جتا اثنين سي بالنسبة للسي. ممكن أخذ النص على ليش مشترك ما فيش أي إشكال. ما هو تكامل جتا أربعة سي؟ واحد على معامل السي جا أربعة سي زائد نص في. ما هو تكامل جتا اثنين سي؟ واحد على اثنين جا اثنين سي زائد ثلاثة. أكيد إنه نص في ربع ثم جاء أربعة سي وأكيد إنه نص في نص ربع
جا 2 س زائد 3. ممكن اخذ الربع عامل ايش؟ مشترك. لو اخذت الربع عامل مشترك الثمن حترجع نص، وهنا اخذت الربع يبقى جا 2 س زائد ك 3. حذاري، يجي طالب او طالبه يجمع جا مع الجا، هذا الكلام غلط لان الزوايا مختلفه. السؤال رقم 23، جتا في جتا قام، طيب جا في جتا، ها جا س جتا ص وعباره عن نص جا، جمع الزاويتين زائد جا طرح الزاويتين. اذا قام كان الجمع، متى نعمل طرح؟ الطرح اذا جتا مكان الجا، اذا جتا الاولى والجا الثاني تعمل ناقص. إذا الجتا كانت الأولى والجاء الثالث تعمل ناقص، لكن هذا طالما الجاء والجتا الثاني إذا نعمل زائد. خلاص الآن اللام يساوي تكامل نص، افتح قوس، جاء 5 س زائد 2 س هي عبارة عن 3 س، زائد جاء 5 س ناقص 2 س أسف 5 س زائد 2 س 7 س. أنا قد طرحتكم المفروض أجمع. المرة الأولى أجمع 5 س زائد 2 س 7 س، المرة الثانية أجمعهم 5 س ناقص 2 س 3 س بالنسبة لس. نفرد النص خارج من كامل. عيكم أنا جاء 7 س زائد جاء 3 س. يلا تعالوا الكامل. النص ينزل مالنا على قفي، افتحوا قوس، تكامل الجاء سالب 1 على معامل س جتا 7 س. أيضا سالب واحد على معامل س جتا 3 س زائد كم؟ 3. ممكن نضرب النص فيما داخل القوس، ممكن ما نضربش النص، ما في مشكله ابدا، ما تفرقش. هذا بالنسبه للسؤال رقم 23 كان في امتحان 2019، ورقم 22 ايضا كان في امتحان 2019، ورقم 22 ورقم 23 ورقم 21 قوانين درستها في صف ثاني ثانوي علمي. جتا الجمع وجتا جتا ناقص جا جا، جتا في جتا هو نص، جتا جمع الزاويتين زائد جتا طرح الزاويتين، بينما جا في جا هو عبارة عن نص، جا جمع الزاويتين زائد جا طرح الزاويتين. هذا بالنسبة لمجموعة كبيرة جدا من التكاملات. باقي معنا شيء واحد فقط، استخدام القواعد السابقة. التكامل محدود، هذه كلها إلى المسألة رقم 23 والتكامل غير محدود. إن شاء الله هناخد تمارين وأمثلة نشرح فيها استخدام القواعد والتكامل محدود والفرق بينهم. إن الغير محدود بيطلع لي دالة، أما المحدود فهو عدد حقيقي. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.